طب ما تيجي نتكلم عليه، العمل التاريخي اللي حصلت له مشاكل احمس. ما عنديش مشكله. احمس واللي توقف، واللي اعلن دكتور زاهي حواس الاثري المصري العالمي الكبير انه في حاجات لابد ان تراجع في الديكور، في الملابس، في الاكسسوار، في الورق. ايه الاسباب الحقيقيه؟ وهل بالفعل ان موكب المومياوات ساهم في تاخير هذا العمل حتى يكون على مستوى ارقى واعلى بما يشرف مصر زي ما كان احتفال نقل المومياوات؟ هو طبعا نقل المومياوات واللي احنا شفناه قدامنا والعالم شافه ده قمة في الإنجاز بصراحة، والناس هتفضل فاكراه لـ 30-40 سنة بينا. لكن ما يحدث لمسلسل أحمس بعيد تماما عن نقل المومياوات. ليه؟ هي المشكلة الأساسية إنما طالما بتصدى لعمل تاريخي يبقى لازم أدرس الفترة دي ويكون عندي مراجع مهم جدا. سواء أنا بتكلم دلوقتي على فترة أحمس، فترة الهكسوس. فترة الهكسوس إحنا زي ما أنا وإنت درسناها في المدرسة كانت العجلات الحربية هي الفيصل في المعارك، في النصر في المعارك. يبقى هنا لابد أن يكون في معارك أو في عجلات حربية. طيب شكل السيوف بتاعتهم إيه؟ ما إحنا لو رحنا المتحف هنلاقي السيوف موجودة ليها طول معين، مش طويلة قوي الكلام منها. نيجي بقى للهيئة الشكلية. الهيئة الشكلية في دستور الفراعنة أو قدماء المصريين، مش الفراعنة بس، بيقول إيه؟ بيقول إن الشعر يدنس الجسد. على هذا الأساس إيه كان دايماً الفرعون بتلاقيه حليق الذقن والرأس. من هنا لازم نراجع هذه الفترة. عشان كده لما كان بيحصل أيام اتحاد الإذاعة والتلفزيون مسلسل تاريخي كان في العظيم الراحل دكتور يونان لبيب رزق كان بيروح له السيناريو ويبتدي هو يراجعه، ولو في حاجة متخصصة يبعته لفين؟ لمثلا الدكتور في كلية أثار أو كلية أدب أو أيا كان. إذن هناك موضوع الشكل الخارجي ثم الدراما الداخلية. طب أنا بشكرك يا أستاذ أحمد، وهنتابع مع حضرتك على مدار الأيام القادمة لما تظهر القيمة الحقيقية للأعمال الدرامية. شكرا جزيلا. تحت أمرك. شكرا جزيل الشكر أستاذ أحمد سعد الدين، الناقد الفني.